انما هدى اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. ولذلك الجنرال حمزة البسيوني لما كان في السجن الحربي، لما كان يقول له النبي اعمل معروف، يقول لهم ما تجيبوا لي سيرة الراجل ده لان انا بكرهه. طب عشان خاطر ربنا، يقول لو ربنا نزل من السماء انا حاجز له زنزانا انفرادي. تصور على زنزانا انفرادي يوم يموت ازاي؟ موت موتة شنيعة ما فيش حد قادر يموته. انما اللي حكمه ربنا، بس هو ربنا اللي حكمه. كان بيقول له ربنا نزل انا هحبسه في الزنزانة. يا شيخ تحبسه ايه؟ تحبسه ايه؟ ده انت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. ده انت لو البول انحبس فيك ساعة تعض الارض. ده بني ادم ما فيش اغلب منه. دي معدة الحمامة اقوى من معدة بني ادم. الحمامة بتاكل الفول وهو ني بتهضمه، انما بني ادم بياكل الفول مستوي وبيعمل له عصرة هض. يعني انت مين؟ ده انت غلبان. تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة. اولك نطفة مزرة واخرك جيفة قذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل في بطنك العصرة. وحد الله، وحد الله، قل لا اله الا الله، المعبود بحق هو الله. كان عايز يحبس ربنا في زنزانة، تطلع له عربية في الطريق الزراعي، وبعدين تبص تلاقي شمبر دخل في رقبته بقى يشحر والدم نازل من فوق من بقه ومات. مات زي ما تطفي اللمضة كده تنفخ فيها نفخة تنتهي. انتهى. مين اللي يقدر يعارض ربنا في ملكه؟ وما من يد الا يد الله فوقها، وما ظالم الا ويبلى بأظلم. ومن اعان ظالما سلطه الله عليه، من اعان ظالما سلطه الله عليه، ومن مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. اذهب الى فرعون انه طغى، طغى ظلم ظلما عقائديا فقال انا ربكم الاعلى، وظلم ظلما اجتماعيا ذبح الاب واستضعف الناس وعلى في الارض. والمهم تيجي في كلمة على في الارض تلت فيها هزة عنيفة. على يوم الانسان يبص لفوق، لان كلمة على فوق، انما في الارض تبص لا يبص لتحت، لا يبقى ملوش حق يعلو بقى، لانه مادام في الارض، مادام مصنوع من طين الارض، مادام بيمشي على الارض، ليس له ان يتكبر على رافع السماء. وسنة الله مع الجبابرة عجيبة. يعني النمرود قال انا احيي واميت، ربنا بعت له ناموسة بعوضة. شوف البعوض، يعني جيوش البعوض معروفة في الريف ما بتنامش حد، ويغيبوا ولعوا تبني ودخان لغاية السدر ما يشنشن والعينين تتعامي، وبرضو البعوض مصمم على الغزو والهجوم. بعوضة دخلت في ودن النمروز غابت تظن في مخه، فكان لا يهدأ الا اذا ضرب بالنعال على ام ناصيته. اللي كان بيقول انا احيي واميت. يا سلام، يا ريتنا نذاكر دروس القرآن، ما كانش في حد افترى ابدا. انا احيي واميت، ده اللي بيحيي ويميت واحد بس، ربنا مالك الملك. انت تحيي وتميت؟ مش ممكن. لا، ده مصمم. طيب انا لا هحرك اسطول سادس ولا سابع ولا قنابل ذرية ولا مدمرات ولا كاسحات وابدا. المسألة وما فيه بعوضة تدخل في ودنه تظن في دماغه، ما ينضربش الا اذا انضرب على دماغه.
يعني الصداع والغل بيتم ماسك فراسه لغاية ما ياخد اتنين ريفه من طراز باتا. يهدى يهدى ما يهداش لو كده مفتري. شوف سنة الله مع الجبابرة بعت له بعوضة. طيب نيجي بقى للجنرال اللي بيقول انا ربكم الاعلى ما حرمت لكم من اله غيري ونازل ذبح في الاولاد. الواد اللي اتولد على طول يجيبوه له اتفضل في واد اتولد على طول البيت يتفتشوا والدنيا تنقلب وايه فيه ولد اتولد يلا سلم سلم العهد. ياخدوا الواد من احضان امه عشان يذبحوه قدام فرعون. ربنا قال له يا فرعون انا مش هبعت لك نبي جاهز انا لسه هربي لك عيل هيتولد. شوف الكلام شوف صبر ربنا على الظالم قد ايه. ان الله لا يعجلك عجلة احدكم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ما تستعجلش ما تستعجلش. وفي واحد ذاك النهار جاي لي بيقول لي اتخانقنا مع جماعة وبعدين قتل ابويا وبعدين راحوا جابوا شهود وطلعت القضية براءة. قتلوا ابوه وطلعت القضية براءة. قلت له يا ابني اذا كانت محكمة الارض لا تعلم الغيوب فان للسماء محكمة يعلم قاضيها السر واخفى. اعمل ايه يعني؟ قال لي اعمل ايه؟ قلت له ابدا ادفع الرسوم. الرسوم رسوم لمين؟ قلت له لمحكمة العدل الالهية الكبرى عشان اسمك ينزل في الرول. الرسوم هي ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بس وسيب المسألة بيه اللي هو سيبه هو يتصرف سيبه هو يتصرف. لا تدبر لك امرا فاولو التدبير هلك. سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. سيبه وسيبه ويتصرف سيب ربنا يتصرف. ربنا قال لي فرعون انا حربي لك عيل لسه حيتولد. ام موسى حامل ولدت ربنا الهمها بالوحي في المنام قال لها ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. خد بالك من تركيب الايه بعد ما تسمعني الصلاة على حبيب النبي. انا مش حبعت للاساطيل ولا للجيوش ده انا حبعت لام موسى. ام موسى يا ام موسى رضعي ابنك لسه هترضعه انما ده فرعون مبهدل الدنيا عشان لما ياخدوا ام ياخدوا اخده تستاهل رضعيه. لما تخافي عليه اذا الجواسيس اشارت اليك وخفت ان فرعون ياخده وحيبعت له الرجال يخطفوه ويفتشوا البيت ارميه في المية. ارميه في المية لما خاف عليها ارميه في المية يغرق يروح فين؟ فاذا خفت عليه كان القياس يقتضي وديه مؤسسة الاطفال او وديه البيبي هاوس حاجة تهوس وديه في اي حتة كنيه اقفل عليه الباب. لا اذا خفت عليه فالقيه في اليم ارميه في البحر. وبعدين يقول لها ولا تخافي ولا تحزني. طب ما كان يكفي ولا تخافي بس ايه لازمة ولا تحزني؟ وكان يكفي ولا تحزني بس ايه لازمة لا تخافي؟ يعني لا تخافي عليه في المستقبل ولا تحزني على ما مضى. لما ترميه لا تخافي من اللي حيجي ولا تحزني على اللي فات. انا عايزك برضو توحد الله لان احنا دلوقتي بندرس حساب الله مع الطغاة. ارميه في المية وما تخافيش. طب يا رب هيروح فين؟ طمني هيروح فين عشان اطمئن. يوم يقول لها يأخذه عدو لي وعدو له. ياه ايه الكلام ده؟ مش كمان عدو لي وله، لا جعل من فرعون شخصين عدو لله وعدو لموسى. طب حبعت ابني لعدوه؟ حبعت ابني لعدوه
يوديه لعدوه. هيعمل فيه يا رب؟ قال لها انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. عايزة بعد كده ايه؟ هرده لك وهيتخرج من جامعة الانبياء. يعني لا انت هتوديه مدرسة احمد ماهر ولا النقراش، انا هعلمه وهتخرج في مدرسة وجامعة الانبياء. هل ترددت ام موسى؟ ابدا. ده امر ربنا. شوفوا قوة الايمان قد ايه. اهي لسه والداه وقول لها رضعيه، رضعيه عمال ما يوصل لبيت فرعون يبقوا يبحثونه عن مراضع. انما انت رضع. شوف بقى طفل بيرضع يعرف ايه ده، هيترمي في المية. شوف قوة الايمان وتعمل كل هذا وتنفذ كل هذا. ليه؟ لان في قوة ايمان. النهاردة الوحدة لما ضعف الوازع الديني في نفوس الناس، الوحدة ابنها يموت تغيب تعدد وتقول ما كانش يومك يا ابني. يومه ايه؟ يعني هو ملك الموت نزل غلط في اجازة اعتيادية، كان له شهر اعتيادي خلاه له 20 يوم، كان له 7 عرضي خلاهم له 2، كان له 6 تمارضي خلاهم له 2، ايه ما كانش يومك؟ هو بينه وبين ملك الموت اطار بايت. ده ربنا بيقول فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. وتروح بقى تلم النسوان وبعدين بقى يقولوا بقى انهم رايحين يعزوا، هم لهم رايحين يعزوا ولا رايحين يعملهم ولا بيعرفوا عزا ولا حاجة. هم بيقعدوا يقلبوا المواجع ويقلبوا الاحزان، وواحدة تشتكي من مرات ابنها والتانية تشتكي من حماتها والتالتة تتكلم في اسعار القوطة والبامية. بقى فيهم واحدة بتقول ان لله وان اليه راجعون. بقى اللي بتقول يا جملي، بتقصد الجمل جمل اللي مات؟ بتقصد جملها هي وسبع سبعها هي. وكل يغني على ليلاه ويعزف اللحن الذي يهواه، وكل هذا بعيد عن شريعة محمد ابن عبد الله. اللي يحب الحبيب يسمعني الصلاة عليه. ده سيدنا ابو طلحة الانصاري كان له ولد مرض، الولد مرض، ابوه طلع تاجر وسافر ساب الولد مريض، الولد مات وابوه غايب مسافر. فقامت امه فغسلته وكفنته وصلت عليه ودفنته. حد دري راحوا جابوا مكرفون وجابوا الست الشيخة طوعي. لكن النهار سمع المكرفون واحدة شيخة من اللي بيعوزوا في المهاتم بتقولهم تعرفوا يا ستات السيدة عائشة سموها ام المؤمنين ليه؟ انا الحقيقة قلت دي سؤال يستدعي الانتباه. اما شوف بقى احنا هنشوف ايه سموها ام المؤمنين ليه. قالوا لها منك نستفيد؟ قالت لهم اصلها كانت موجودة في غزوة من غزوات النبي، وبعدين المية انقطعت ما فيش مية، فقامت رضعت الصحابة كلهم من ثديه، فبقت ام المؤمنين يعني امهم من الرضاعة. الله يبارك فيك يا ست الشيخ، امهم من الرضاعة. شوفوا شوفوا العلم الافرنجي، شوفوا العلم بتاع ابو لمعة. حاجة غريبة. ادي اللي بيجري في الميات، اعيد الشيخة اللي بيجري في الميات. سموا عائشة عائشة ام المؤمنين عشان كان خاطر رضعت الناس في الغزوة، بقت امهم من الرضاعة. طب السيدة خديجة اسمها ام المؤمنين قبل الغزوات ما تيجي، سموها ام المؤمنين ليه بقى؟ ما تقولي اشمعنى دي ام المؤمنين لانها رضعت، ودي ام المؤمنين عشان ما رضعتش؟ كانت رضعت مين السيده خديجه؟ اه ام المؤمنين من لما الوحي نزل بقت ام المؤمنين، وما كانش لسه في غزوات ولا كانت رضعت ولا كان فيه مؤمنين لسه، انما ام المؤمنين اللي هيجوا كلهم اهو. اي حاجه الاسلام النهارده اهله تخلوا عنه وسابوا كل واحد يقول اللي عايز يقوله، لدرجة اني جاي لواحد امام معين بقاله 2 شهر بيقول لي اعمل ايه، انا بدي درس من المغرب للعشاء والمدة طويلة مش عارف اقول للناس فيها ايه، يا ابني مش حافظ القرآن. يقول له شوية شوية حاجة حاجة، يعني ما هو الازهر بياخد ب3-4 صور دلوقتي،
لدرجة والله واحد بيحلف بيقول قعدنا نمتحن الطلبة المتقدمين للازهر، بقول له انت حافظ ايه يا ابني من القرآن؟ الطلبة بتوع الثانوية اللي رايحين الكليات بتاعت الازهر، انت حافظ ايه من القرآن يا ابني؟ قال له سورة التحيات. سورة التحيات هي اللي التحيات بقت سورة يا حبيبي؟ ها؟ قال له اه. ليه؟ قال له مش بنقراها في الصلاة. شوف شوف المقالب بقى، شوف العلم اللي دني. وحد الله ولا اله الا الله. قال له يا ابني التحيات مش سورة. القرآن 114 سورة، التحيات ما هي السورة منه. انت مش حافظ حاجة؟ قال له مش حافظ. طيب امسك المصحف واقرا. حصة مطالعة بقى، ما هو ده مش قادر يقرا غيب بقى، يقرا في المصحف. فطلع سورة الروم. اول الروم الف لام ميم غلبت الروم. قام قال بسم الله.